سلمى، قد ايه في اشخاص هلا نتيجه الصيف والحراره العاليه خلينا نقول بصير عندهم ندبات وحروق بوشهم نتيجه اكيد انهم ما بيحطوا واقي شمسي او ما بينسبوه على حالهم وبيطلعوا بالشمس كثير، وهالشيء بيسبب اكيد اضرار صحيه لبشرتهم؟ صحيح عفاف، مثل ما قلتي، ودائما هذا الفصل يعني الحراره الزايده بتترك اثارها، مثل ما البرد الزايد ممكن بيترك اثاره، بنقول بيصير حالات الجفاف اكثر بالبشره، كمان الشمس. وحاليا نحن بهذا الوقت الحالي للاسف عم نعيش تغيرات مناخيه كثير كبيره، هي التغيرات عم بتؤدي انه على اثار اكبر على طبعا بشره الناس بفصل الصيف، كثير من التفاصيل بتخطر على بالهم. وخلينا نتعرف على ابرز التقنيات اللي هي ممكن تكون تقنيات طبيعيه وعلاجيه تساعدنا على تخطي هي الفتره بفتره طبعا الحراره الزايده، كلها تفاصيل رح نسال ونسمع الاجوبه من ضيفتنا بالاستوديو الدكتوره كوثر نظام، اختصاصيه وماجستير بالصحه الجلديه والتجميليه. صباح الخير دكتوره، اهلا وسهلا. صباح النور. صباح الخير دكتوره واهلا وسهلا فيك. يعني اليوم عم نحكي عن فصل جدا حاد بحرارته العاليه والرطوبه ممكن، وكثير في بشرات ممكن تتحسس من هذا الجو او يصير عندها مشاكل وندبات وحروق مثل ما حكينا. اليوم شو الروتين الصحي لحتى نحن نستخدمه ونحافظ على بشره حلوه وصحيه ونقيه بهذا الفصل تحديدا؟ مثل ما تفضلتي، هي الخصوصيه تبع فصل الصيف هي الحراره العاليه والشمس الحاده، زائد انه هو فتره عطله وطلعه وفوته وسباحه، فهذا كلياته بيحتم علينا انه نحن نعمل روتين للعنايه. اول شيء كمان مثل ما ذكرتوا الواقي الشمسي، يعني نحن اليوم انا اذا بدي اقول شو فيني ساوي ثلاث خطوات للعنايه بالصيف، بقول اهم الثلاثه الاولانيات هن الالتزام بالواقي الشمسي. الواقي الشمسي دائما بننبه نحن انه هو لازم ندهنه قبل بنص ساعه ما نطلع، واذا طولنا بالشمس كل ساعتين بده تكرار مع كمية كافية منه. الواقي الشمسي لما بنقول واقي شمسي المفروض يكون طبي، ما يكون تجميلي، عليه عامل حماية من فوق 35%، SPF فوق 35 على الأقل. ثاني شيء ممكن نحن نقوله هو استخدام الغسولات المناسبة، ما بدنا غسولات قاسية على البشرة بفصل الصيف، بدها تكون حتى لو بشرتنا دهنية بنخفف الغسولات الدهنية اللي بنستخدمها. ثالث شيء بدنا نقوله هو حتى إذا نحن بشرتنا دهنية ونستخدم مقشرات، المفروض نحن بفصل الصيف نخفف من عيار هاي المقشرات اللي بنستخدمها ونخفف من عدد أيام الاستخدام تبعها. إذا بدنا نستخدم مرطبات، المفروض نتوجه باتجاه المرطبات اللي هي أويل فري أو خالية من الزيوت، كرمال ما تزيد لي احتمال التصبغات حتى عندي بفصل الصيف. بحالات السباحة في عنا واقيات شمسية خاصة للسباحة، إنه هي بتكون تستمر، هي ووتر بروف وتستمر تقريبا ساعة ونص وبحاجة تجديدها. هي أهم النقاط اللي ممكن أنا أحكيها كروتين يومي للعناية بفصل الصيف. طيب دكتورة، بس ولو استوقفتك شوي، في فكرة كثير عم نشوفها هلأ رائجة بما يخص غسول البشرة أو تقشير البشرة. نحن بنعرف أنه يعني أو هيك تعودنا وهيك سمعنا أنه أنا بشوف بشرتي شو هي وبقرأ على المستحضر بيكون مكتوب للبشرة الدهنية، البشرة الجافة، البشرة الحساسة أو المختلطة، اللي هي أربع أنواع نحن بنعرفها للبشرة. أوقات هلأ عم نشوف صار في إضافات جديدة، يعني بيقول لك مثلا هاد بالفواكه، مثلا في أنواع بشرة ما بتنفع لهم، هاد ما بعرف شو حاطين فيه، يعني كتير قصص وتفاصيل. طيب خلينا نعرف اليوم بظل هاي الإضافات اللي عم بيحطوها وحتى الأسماء العلمية اللي مو كل الناس بتعرف شو فايدتها أو شو الميزة منها، كيف بختار الشيء المناسب كغسول لوشي؟ تمام. هلأ بالنهاية مهما ضافوا تسميات ممكن الواقي بالنهاية مكتوب عليه شو استخدامه. يعني نحن مثلا لما بنقول بالفواكه، عادة نحن بالجلدية في عنا شيء اسمه أحماض الفواكه. أحماض الفواكه هي بتنشف وبتساوي تقشير بسيط للبشرة، هي ما لها قاسية على البشرة مثل الريتينويد أو الأكريتين. تماما، بس هي الأسماء اللي أنا بدي أحكي عنها. تمام. اللي هلأ صارت تريند، يعني اليوم نفتح بلاقي على الإنستا وكله بنزل فيديوهات، حتى في شغلات صعب الواحد يحفظها اسماء. اكيد ايه، بس هي مثل ما قلت لك احماض الفواكه هي لا بتنشف، بس ما لها قاسيه ان كان مثل الساليسيليك اسيد لما بنضيفه للغسول او كمقشرات.
هي خلينا نقول الصيف بقبلها أنا أحماض الفواكه كتركيز خفيف بغض النظر شو نوع البشرة كتركيز خفيف لغسول لا للبشرة الدهنية دهنية حصرة ايه. مثلا ممكن البشرة الجافة إذا حابة تعمل تقشير بالشتاء تستخدم أحماض فواكه ماشي الحال ايه. بس بالصيف لا البشرة الجافة بس ترطيب أويل فري وعناية ووقاية من الشمس طيب دكتورة كمان بنسمع عن أبر النضارة صارت هي حل لجميع مشاكل البشرة إن كان في مسامات إن كان في مشاكل جفاف إن كان في مشاكل ندبات صارت هذه الإبرة حل لجميع المشاكل خلينا ناخد الخبر الصح منك شو صحة هي إبرة النضارة وإلى أثار سلبية ممكن يكون تمام هلأ إبر النضارة هي حقيقة هي ما لدي عاي يعني هي فعلا هي شيء موجود وفعلا هو بيساعد بس الفكرة انه الدعاية تبعها عطتها حجم اكبر منها يعني الواحد بيتخيل انه اذا عمل ابرة نضارة كأنه حل مشاكل الوش كلها يعطي لا هي فعالة هي بس بالنهاية هي شغلتها تعمل نضارة اما اذا البشرة كتير تعبانة في عندي ترهل في عندي تجاعيد وقتها لا بدي عالج الترهل عالج التجاعيد بعدين بعمل إبرة نضارة لتعمل لي جلو للبشرة طبعا صار في إلى أنواع كتير يعني ما عاد لحقنا نحن نتابع الكل جديد فيها يعني إذا ما نفعت ما بتضر ما في إلى شيء سلبي هي أكيد لح تنفع بس لما أنا بكون متوقع نتيجة صاحب لاقيها يعني أنا لما متخيلة أنه إذا عملت إبرة نضارة لح لاقي وشي مشدود وما في مسام وعم يلمع وعم يضوي هون ممكن أنا أحبط أنه ما لقيت هالنتيجة بينما لما أنا مثلاً بعرف حالي أنه أنا في عندي حابة إبرة نضارة تعمل لي ترطيب لأنه أنا بشرتي جافة لا حابة تعمل لي شوية هيك شد أو كونتور للوجه إيه ساعتها ممكن أنا لاقي هاي النتيجة عندي تصبغات عندي ندبات حب شباب عندي مسام في نوع إبر نضارة خاص بهي المشاكل عادة إبر النضارة بدها تكرار يعني هي مو لحساويها مرة ولحلاقي نتيجة وخلاص لا أنا لحساوي هلأ لحلاقي نتيجة معينة أنا بحاجة عيدها بعد شهر بلاقي نتيجة أكبر تمام في إلى أنواع كتير يعني نحن اليوم لما بنحكي عن إبر النضارة ممكن أنا على السريع أقول في مجموعات صارت مجموعات اللي بتشتغل هي مثل ما قلت لك كتصبغات كمسام كندبات حب شباب مثلا مجموعة PDRN في عنا مجموعات اللي السبب الهدف منها الترطيب بشكل أساسي مثل اللي فيها الهايرونيك أسيد بيكون عالي مثل البروفايلو مثل الإيجاد في عنا مثلا اللي تتميز أنه مدة تأثيرها طويلة ما لها بحاجة تكرار كل شهر ممكن تضاين 4 شهور وبتعطيني ترطيب وبتعطيني كمان نضارة للوش مثل اللونج لاستينج أو اللولا معروفة بهذا الاسم مثل ما تلك صار في إلى أنواع كتير المفروض أنا عالج إذا في عندي ترهل في عندي تجاعيد بدي عالجهم إذا سويت إبرة نضارة لحلاقي فرق وقتها طيب دكتورة خليني أسألك سؤال كمان من المشاكل اللي بنلاحظها خلال هاي الفترة زيادة تساقط الشعر إن كان عند السيدات أو حتى عند الرجال وبيربطوها بطبيعة البشرة بشكل عام خلينا نحكي شو السبب الرئيسي لحتى عم نشوف هالمشكلة بالصيف أكثر وهل في طريقة علاج لها؟ تمام هلأ زيادة تساقط الشعر هي عادة أواخر الصيف ممكن نلاحظه التبدلات الموسمية وتبدل الطقس اللي بصير بالإضافة إذا تعرضنا لسباحة ولكلور ولمواد هي كلها ياتب مثل كتأثير تراكمي بآخر الصيف ممكن يزعى ما له علاقة الباذنجان لا موسم الباذنجان بيرفتو خلاص كل شيء لأنه بهذا الوقت هو الموسم بصير. وليس هو تمام هو كوقت تمام كتوقيت تزامنوا مع بعضهم هلا أنا لما بيجيني حدا بحالة تساقط شعر أول شيء أنا بدي أشوف السبب يعني إذا جاي لعندي وأنا بالفحص طلع عندي شعر فعلا نحن من مقدمة الفروة بنفحص التساقط في عندي تساقط شعر فعال هلا هو عم يتساقط بدي أبحث عن السبب ممكن يكون فقردام ممكن يكون نقص حديد ممكن يكون مشاكل بالغدة ممكن يكون فترة توتر ستريس مرقنا فيها عمليات جراحية ولادة حمية خاطئة كله هذا ممكن يظهر عندي على شكل تساقط الشعر لما بيكون هلأ عم يتساقط والقصة جديدة أنا ممكن لاقي نتيجة بالعلاج يعني بكون متفائلة أنه أنا إذا عالجت السبب لح أقدر وقف التساقط وإن شاء الله بتكون الحالة عكوسة ممكن ادعم العلاج تبعي السببي ادعمه بجلسات البلازما اللي هي رح تغذي وتنشط البصيلات وفعلا رح تعطيني
نتيجة من حيث إيقاف التساقط السريع، وعلى المدى الطويل ممكن يرجع ينمو الشعر طالما البصيلات لساتها موجودة. لما بيجيني حدا لا كان بزمانه شعره عم يهر وهر وخلص وهلأ ما عنا تساقط ومن زمان صايرة القصة وصار في عندي فراغات كتيرة أو صلع أو هيك، هون الحل الوحيد هو الزراعة. يعني الزراعة اليوم زراعة الشعر الحمد لله صارت من العمليات الناجحة وعم تعطي نتائج حلوة وعم تغير من حياة الشخص. أحيانا بتكون لا هو ما له بحاجة زراعة، هو عنده هيك فراغات بسيطة حابب بس يكثف شوي، هون نحن ممكن نحكي له عن تقنية الـ SMP اللي صارت موجودة بمركزنا. هذا اللي بدي أقول لك يعني إنه صارت تقنية الـ SMP اليوم عم تنافس زراعة الشعر اللي هي تلوين بصيلات الشعر. تمام. وكأنه في شعر موجود. تمام. بفروة الرئيس. خلينا نحكي عن هاي التقنية الـ SMP، ممكن تكون هي حل بديل لزراعة الشعر؟ تمام. هلأ مثل ما قلت لك نحن يعني نحن بالنهاية كمركز عنا زراعة شعر وعنا الـ SMP، أنا حسب الحالة هو المريض إما بحاجة هاي أو بحاجة هاي. لما بيكون في عندي حالات صلع أو حالات خفة شديدة بالشعر لا أكيد العلاج هو الزراعة. لما بيكون في عندي المشكلة هي لا بس تساقط خفيف أو فراغات خفيفة بالفروة بس بحاجة تغطية، أو مريض عامل زراعة بس بعد الزراعة بحاجة كثافة أكثر، أو مريض ما عنده منطقة مانحة كافية لأنه ينزرع له وعنده الشعر فيه فراغات. خلينا نوضح أنه هي بس تلوين، هي تلوين، هي ما فيها شعر جديد عم ينحط، بس هي تلوين نقطي أو مجهري بيسموه. تقنية التاتو بس للشعر مختلفة. هلأ هي هذا اللي بدي أقوله أنه هي ما لا تاتو. هي مختلفة تماما. يعني أنا اليوم بالتاتو في كتير ناس بزمانهم عاملين تاتو لحتى يغطوا، بتلاقي إما مصاير تلوين لكامل الفروة أو تلوين بدوائر ونقط كبيرة عم تعطي منظر ما حلو أبدا. اليوم بالSMP نحن بيطلع عندي نقط قطرة تقريبا قد قطر الشعرة صغيرة كتير، بتعطيني هي الكثافة بدون ما يبين أنه أنا مساوية شيء. العمق فيها مختلف عن التاتو، مواد فيها ما فيها معادن ثقيلة مثل التاتو، غير مؤذية، ما عندي دم بينزل لما أنا بشتغل SMP، هي سطحية جدا. طيب سؤال تاني، اليوم في أشخاص مثلا معينين عندهم أمراض معينة مثل مرضى السكري أو غيرهم اللي هن بيتعرضوا بسبب أخذ الأنسولين لتساقط الشعر، بنعرف بيصير بتساقط وخصوصا بمنطقة الرأس وبيزيد بأماكن أخرى. صح. في ناس بينصحون بالزراعة، أنت شو بتنصحي بالزراعة ولا بهاي التقنية؟ حسب الحالة. يعني أنا لما بوصل لأنه هي أكثر خلينا نقول يعني. تقريبا أنا إذا كان التساقط عندي أو خفة الأشعار فقدان الشعر بالفروة أقل من 30% أنا ممكن أقلهم SMP ساو. تمام؟ أفضل أقل من 30% حتى تكلفة مادية أكيد هي فرق، وكرمال أنا ممكن هو يوم من الأيام لسه يحتاج زراعة. يعني نحن لما في عندي مشاكل مزمنة قد ما حاولت عالج ممكن أنا أكون عم أجل الوصول للصلع أو للمشكلة الكبيرة. تمام، بس ممكن يوم من الأيام أنا أحتاج زراعة لو سويت SMP. بينما لما بيكون في عندي لا صارت الفراغات أكثر من 50% من الفروة أو أكثر من 50% من الشعر رايح، لا أكيد الزراعة هي الأجمل. طيب دكتورة خلينا نرجع للبشرة وخصوصا البشرة الحساسة والدهنية بفصل الصيف، كتير بنشوف أنه نتيجة العرق يمكن أو هي دهنية زيادة عن اللزوم ممكن تتعرض لأحبوب ومشاكل كتير، كيف نحن بدنا نتعامل مع هاي البشرة بهذا الفصل؟ تمام. هلا نحن بفصل الصيف نحن بنعالج كانه عم نعالج يعني اي حاله عاديه باي فصل، مع خصوصيه هذا الفصل مثل ما قلت لك. يعني انا اليوم اذا في عندي حاله حب شباب بفصل الصيف، حتى الادويه تبع حب الشباب بفصل الصيف ممكن تزيد الحساسيه الشمسيه عند الشخص او الحساسيه الضوئيه، فانا هون كثير بدي يكون عم نبه المريض على الالتزام بالواقي الشمسي. العيارات تبع المقشرات اللي بدي استخدمها بدها تكون خفيفه كثير. يعني صح نحن نستخدم سكراب بالصيف؟ سكراب أكيد. سكراب هذا إجراء بسيط يعني بعتبره أنه أنا ممكن استخدمه مع ترطيب بعد منه. مثلا نحن جلسات تنظيف البشرة والسكراب وهيك بفصل الصيف مسموحة، مننبه المريض أول 24 ساعة كتير يدير باله كواقي شمسي وهيك. تمام. بس بعد منه عادي. طيب دكتورة خلينا نحكي، اليوم في أشخاص بيتعرضوا لمثلا أشعة الشمس أكثر من غيرهم حسب المهن اللي بيشتغلوها، مثلنا مثلا بيتعرضوا لهي الأشعة اللي هي تعتبر كمان أشعة ضارة بتأثر على البشرة، وأيضا بيحطوا المكياج بتقل معين ولفترات طويلة. طيب هذا الشيء بيخلي في فرق اليوم بين فترة مثلا تقشير والأشخاص العاديين اللي هنا بيتمكج ومكياج تقيل مثل ما بيقولوا بالمناسبات بس.
تمام. هلا نحن لما بحاجه تاشير، كل بشره بحاجه تاشير، يعني التاشير نحن بنعتبره اجراء انتي ايجينج، حتى هو مضاد للشيخوخه مضاد للتجاعيد، فالتأشير هو دائما جيد. إذا أنا بدي أقول تأشير بفصل الصيف هو عيار خفيف، حتى ممكن الترطيب المنيح بعد منه، مثل ما قلتي أحماض الفواكه بفصل الصيف أنا ممكن أقبلها، اللي ما بتعمل لي شور واضحة على الوش، بس هي بالحقيقة بتكون عم تجدد. أكيد دكتورة، يعني أهم النصائح اليوم يعني نحنا ممكن نقدمها مو بس للصبايا، للشباب اليوم كمان عم نشوف كتير شباب عم يهتموا ببشرتهم، ممكن أكثر من الصبايا حتى، وصار عندهم هوس ببشرتهم وبالتجميل. اليوم شو هي أبرز النصائح المهمة يلي لازم نحنا نتبع بهذا الفصل؟ بفصل الصيف أنا ممكن أقول في إجراءات حلوة، يعني حكينا نحن كروتين يومي إنه نحن ممكن نساوي، في إجراءات أنا بنصح فيها بفصل الصيف. يعني مثلا نحن كل شيء تأشير فراكشنال وديرمابين وهيك بنحاول نبعد عنه، وإذا ساويناه كتير بنركز على المريض إنه دير بالك احمي حالك لا تطلع لا تفوت. في إجراءات لا حلوة، مثلا نحن إذا قلنا ميزو النظارة إبر النظارة، هي كلها إجراءات خلال 24 ساعة الإحمرار والتهيج اللي فيها بيكون. شرب المي كتير كمان، شرب المي كتير لتعويض النشفان اللي بصير عندي بالبشرة. في عندي إجراءات هي الوقت تبعي بفصل الصيف، خاصة عن الناس اللي بيعانوا من مشاكل معينة، مثلا بوتوكس التعرق. بوتوكس التعرق إجراء حلو كتير، يلي جربوه بيعتبروه أجمل إجراء ساووه، على أنه بيعطي راحة طويلة. لا أنا بحكي عن مناطق التعرق العالية، كأبطين كأحيانا في ناس عندهم إياها بالإيدين أو بالقدمين. هذا يعني هي عم بقول لك الإجراءات اللي ممكن نحن بفصل الصيف نسويها، واللي تأثيرها بيضل حوالي 8 شهور، هي بتريح الشخص كتير بهذا الفصل. أما إذا بدنا نحكي عن البشرة عن الوش، مثل ما حكينا السكراب أو تنظيف البشرة إجراء أنا بقبله بفصل الصيف. إبر النظارة، ميزو النظارة، ميزو التفتيح إذا بدي أحكي عليه بده متابعة مع المريضة بالبيت، هي كريمات كمان تلتزم فيها، وهون بدها كتير وقاية من الشمس والتزام، يعني إنه ما تتعرض للشمس. هي أهم شيء يمكن نحن نساوي بفصل الصيف. دكتورة كوثر بدنا نشكرك لوجودك معنا اليوم، لكل هالمعلومات اللي أعطتينا إياها، وخلينا هيك نقول نتمنى يكون لألكم. أكيد كل اللي تابعونا استفادوا من هالمعلومات. شكرا لك. شكرا لك، أهلا وسهلا. شكرا لك دكتورة كوثر، وأهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي يا هلا.